تجربة استهلالية، ماذا يشبه طيف المصباح الكهربائي المتوهج؟ سؤال التجربة: ما هي ألوان الضوء المرئي المنبعثة من مصباح كهربائي متوهج وساطع؟ مصطلحات يجب معرفتها قبل البدء بالتجربة: ألوان الطيف المرئي ومحزوز الحيود. تحذيرات يجب اتباعها قبل التجربة: سوف نحتاج في هذه التجربة إلى مصباحين بفرقي جهد مختلفين، أقلام ملونة، وقرص شفاف بدلاً عن محزوز الحيود. أولاً، نوصل المصباح ذو الجهد الأقل بمصدر التيار الكهربائي. ثانياً، نطفئ المصابيح الأخرى بالغرفة. ثالثاً، قف على بعد 1 إلى 2 متر من المصباح الكهربائي وامسك بالقرص بحيث يكون قريباً من عينيك. رابعاً، استعمل الأقلام الملونة لعمل رسم توضيحي لما شاهدته. خامساً، صل المصباح ذو الجهد الأعلى وعد ما قمت به. وأخيراً، استعمل الأقلام الملونة لرسم ما شاهدت. التحليل والاستنتاج: كيف يبدو طيف المنبعث من المصباح الكهربائي؟ الطيف الناتج عبارة عن سلسلة من الخطوط الملونة المميزة، وهي ألوان الطيف 7. كيف يتغير الطيف المشاهد عندما يزداد سطوع المصباح؟ تتغير شدة ألوان الطيف، ففي حالة سطوع المصباح أصبحت الألوان أغمق. التفكير الناقد: ما مصدر الضوء المنبعث من المصباح؟ يصدر ضوء ساطع عن طريق توهج الفتيلة وانطلاق الأيونات. ماذا يحدث لدرجة حرارة فتيلة المصباح عندما يزداد سطوع المصباح الكهربائي؟ تزداد حرارة الفتيلة كلما زادت شدة المصباح.